أندروف. انطلق الدربي التجريبي للخيل العربية الأصيلة لعمر 4 سنوات على مسافة 2000 متر. انطلاقة موفقة لهذه الجياد أمام المقصورة الرئيسية هنا في مضمار الريان. شوف الصدارة والمركز الأول مع محرم لسمو الشيخ محمد بن خليفة الثاني على الصدارة وعلى المركز الأول. بينما المركز الثاني التمتام لأستاد الشقب ريسنج مع فالح بغنيم في تقدم جيد على المركز الثاني. المركز الثالث هو التقدم مع أحمد للشيخ ريم بنت محمد بن خليفة الثاني لنشوفه يسحب نوعا ما من ناحية السياج. بينما المركز الرابع والتقدم من الجهة الخارجية إلى المركز الثالث باشا للسادة مربط إنجاز مع جي بي جامبير. خامس المراكز بوثيلة للسادة ودنان ريسنج في تقدم جيد، أو لدينا سلوى في المركز الخامس مع رونان توماس. سادسا يأتينا حرقان للشيخ ريم بنت محمد بن او الشيخ ايمان بنت محمد بن خليفه الثاني، يتبعها الجواد رقم 10 بوسولو بي لمحمد خليفه السويدي مع الخيال اوغو بنيي. التقدم مع غضنفر الشام في المركز التاسع، ولدينا الثقب في المركز العاشر. عوده للصداره وعوده للمركز الاول، محرم في صداره هذا الشوط لسمو الشيخ محمد بن خليفه الثاني، بينما الجواد التمتام في تقدم جيد على المركز الثاني. الصدارة الآن لا تزال مع محرم، والانتقال إلى المركز الثالث مع الجواد باشا، والتحرك يأتينا للجواد حميد أو حميد في تقدم جيد على المركز الرابع في وضع ممتاز الآن حميد. الاندفاع يأتينا من الجهة الخارجية مع سلوى للسادة ودنان ريسنج. التقدم للثقب من الجهة الخارجية، وأيضا حرقان في وضع ليس بجيد من وسط الجياد ليبحث عن فجوة. الخط المستقيم الآن باتجاه خط النهاية. الصدارة والمركز الأول مع الجواد محرم. التقدم مع التمتام للشقب ريسنج. حميد قادم من الجهة الخارجية، حرقان يبحث عن فجوة، ولكن الشقب ريسنج مع التمتام على المركز الأول وعلى الصدارة. حرقان في محاولة قوية من الجهة الخارجية حرقان، ولكن الصدارة مع التمتام. الشقب ريسنج التمتام والمحاولة مع حرقان، حرقان ولكن التمتام إلى الدربي التجريبي. And the official results for the ninth race of the evening. The winner, horse number 2, Al Tam Tam, Omar Al Shegab Racing, trained by Eric Lamartinel, ridden by Fale Bughnaim. Second, horse number 6, Hargan, owned by Her Excellency Sheikh Ayman bint Mohammed bin Khalifa Al Thani, trained by Rudin Airborne, ridden by Luke Edelozier. Third, horse number 5, Hamid, owned by Her Excellency Sheikh Harim bint Mohammed bin Khalifa Al Thani, trained by Rudin Airborne, ridden by Alberto Sana. Fourth, horse number 11, Salwa, Omar Wathnan Racing, trained by Alban Emil, ridden by Ronan Thomas. And in fifth place, horse number 7, Muharram, owned by His Excellency Sheikh Mohammed bin Khalifa Al Thani, trained by Rudin Airborne, ridden by Evan Rossi. الخيال الذهبي فالح بغنيم، ألف مبروك الفوز الثاني في أمسية اليوم. يتفضل المدرب إيريك لمارتينيل يتسلم كأس الفوز، ألف مبروك ويلدن. ونبارك للسادة شقب ريسينج، يتفضل السيد إيريك غوندول يتسلم كأس الدربي التجريبي للخيل العربية الأصيلة. Well done. والصورة التاسعة في أمسية اليوم، الدرب التجريبي للخيل العربية الأصيلة بشعار السادة شقب ريسينج، فالح بغنيم وإيريك لمارتينيل.